الحصان تقف بحدا يجب حدا يمينة تقف هذه بالفعل لحظات حاسمة وهامة جدا بالنسبة لك أنت حسن بالنسبة لحياتك مستقبلك ولحياة يمينة ومستقبلها المرأة كانت شجاعة وضحات وجاتك لهنا وقالت لك راني نحبك وعندها 4 سنوات وهي صابرة وانت اللي مصبرها يا حسن هو راوي حسن ونفكر كانوا ليلة اللي عرفتك في العرس اللي قابلتوا فيه أول مرة قالت لك ابعدني يا اخوي اختاني ما حبيش تكلم صحيح ولا انت اللي جريت في شرتها يا حسن وقعدت تتكلم فيها وهي ما هزتش عليك تليفون شهر ونص انت دخلت في حياتك الترينو يا حسن انت اللي حليت ما تنجمش تغفصها وتتعدى يا حسن سامحني في كلمة بين ظفري ما تنجمش تدخل في حياتها هكاك وتخرج كما تحب انا قاعد نقول في الكلام هذا خاطر نحس في برشا صدق صدق كبير واحترام كبير بيناتكم وخاصة واللي أهم من كل شيء أنه فما برشا حب فما برشا مشاعر في الكواليس بدات يمينة ترتاح ورجع لها وعيها وبعد 5 دقائق دخلت يمينة لباس الاستوديو إصرارها رجعها وعزمها أنها تتأكد من مشاعر أحسن قواها زعمة أحسن باش يبدل رايه بعد اللي صار حبك تخرج من هنا من الباب الكبير حبك تخرج راسك عالي وخشمك الفوق وما عندك على شنو تحشم ولا تخاف ومش عيب اللي صار الكل ما هو شيء وما عندكش فكرة قديش حاسين بيه ما هي ها يا عيسك هاي سي حسن نعم ماذا بينا نكملوا البرنامج سي حسن نعم تفضل تقف بحذا يا اخوي سي حسن شفت شنو اللي عملته على خاطرك وخدامك هذا كله صار نسألك يفتح هذا الستار نعم أم لا نسأل قرارك قرارك ونحترموه ومن نجمه كان نحترموه يا حسن صباح الخير صباح الخير يمين اخر بحثية تفضل شكرا وسهلا لك سيس روحك وسهلا لك يمين شوف اختي ورس اختي ورس اختي ورس اختي اللي عملت العيب واللي عملت الحرام راسك مرفوع وقدرك عالي هذا الكل يتحسب لك انت مرة شجاعة مرة حبيت
ومش عيب المرأة كي تحب. ها نحب ومازلت نحب وعملت نحب ومازلت نحب به. انت عملت اللي نجم تعمل في سبيل الحب هذا، وهو اللي دخل في حياتك. انت ما دخلتش فيه، انت بالعكس من الاول خليته يستنى شهر ونص. هو اللي دخل في حياتك، وهو اللي طلب، وهو اللي حب. هو المبادرة جات منه هو، فهمت؟ ما خسرت حتى شيء يا مينا. صحيح فما وجعة، وانا نفهم، انت نفهم الوجعة اللي تحس بها، وانك تكون حزينة حاجرة. اما انا نحبك تكون راسك مرفوع لفوق، وما عندك منش تحش. والطلاق ما عمره ما كان عيب، والحب ما عمره ما كان عيب. وانت حبيت راجل عازب، حبيت تعرس به على سنة الله ورسول، ماك عامل حد شيء. شيء ما فهم يا مينة. تصفيقة كبيرة يا مينة. آه يا مينة. قل نحب نقول لأمه وأخواته وبابا ودارهم الكل علاش عملت لكم؟ خطر هو يحبني وانا نحب. علاش خطر ما تطلقش؟ عملت لكم حرام طلاق عيب. نحب وحسن، علاش يحرموني من علاش يحرمونا من بعض؟ ونعرفه هو زاد متأكدة منه انه يحبني. علاش ضحيت عليه؟ علاش سمعت بيه الناس الكل؟ علاش علاش يرفض؟ ونحبها مرضيا انا ولتول هذه لحظة أم على رأسي من فوق هم وبابا الزوز. مش نسحللهم ولا قناع ولا أنا نكذب عليهم نجي باش نتبدل عندهم، لا. هذاك بابا وهذاك أمي لو كان يرضى علي، ونحبهم يرضى علي، ونحب أني في وسطهم نحب واحدة منهم وخيتهم وبنتهم. علاش تصفيقة كبيرة علي يا مينة مرة. أيوة مينة ما تبكيش ما تبكيش. هاي شايف برشا صدق، برشا احترام، برشا حب، وبرشا ألم من الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. للأسف الشديد ما توصلناش إلى حل، ما نجموش نلوم عليه هو زاد أيضا برشا، على خاطر تقعد هذه قرارات شخصية. يمكن أنا ولا أنتم ولا حد آخر كان ينجم يتصرف بطريقة أخرى مغايرة، أما قرارات كما هكا هي قرارات شخصية، وما نجمو كان نحترموها. ويمكن ما نعرفش، أنا 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 في اعتقادي أنه الحكاية مش بشتوفة وما فوتش الحكاية. أه؟ إن شاء الله بإذن الله نسمع في الأيام القليلة القادمة أخبار طيبة، مشاهدة طيبة للجميع.